علمتني الغربة أن أطهو طبقا لذيذا كل يوم وأنتظر من يشاركني. علمتني أن أرفع شعري عن أذني حتى أسمع طرقات الباب لضيف منتظر. علمتني أن رنين الهاتف الذي يأتي بأصواتهم هو أجمل موسيقى. علمتني أن الطعام يكون أطيب إن أضفنا بهارات من أرض الوطن. علمتني ألا وقت طويلا للمغتربين، لأن الليل سيأتي سريعا وتغلق الأبواب بأقفال كثيرة. علمتني أن رسائلهم غيمات ممطرة وأن حبهم